والحشر في اللغة هو الجمع والضم، والحشر إلى الرب عز وجل في يوم القيامة هو أن يأتي كل مخلوق خلقه الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لا لباس ولا طعام ولا غير ذلك، وهم يأتون أفواجا كما جاء في سورة النبأ: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ويعرضون على الله عز وجل صفا، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. في ذلك الموقف تكون كل أمة منعزلة عن الأمة الأخرى. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها.